السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نعمل تخطي لحساب جوجل لجهاز واي 6 2019 عن طريق برنامج تي اف تي المجاني بخطوات سهلة وبسيطة جدا. يا ريت بالبداية ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشتراكك بالقناة واللايك اللي بتعمله بدعمني لأكمل. طبعا هون لو دخلنا على قائمة التشغيل ورحنا على سوفت وير موبايل الكترونيات راح نلاقي 33 فيديو للأداة نفسها كلياتها تخطي لحساب جوجل. زي ما انتم شايفين الجهاز هون مسكر الحساب. هون بتقدر تشوف كل جهاز واي 7 واي 9 نوفا تكنو كلياته شغالة وبتي اف تي، راح تستفيد منه ان شاء الله. نفتح الأداة عشان ما نطول في الفيديو. جهاز زي ما انتم شايفين مسكر حساب جوجل، بنفك الغطاء تبعه بالشكل هذا، بنرفع البطارية، بنرجع بنرجعها، تمام، بنفتح البرنامج. طبعا هو بيفتح عن طريق التست بوينت، ما بغلبك لانه مجرد ما فكيت الكفر تست بوينت واضح. هون بنروح على خيار هواوي، راح اترك لك رابط للفيديو لطريقة تنزيل البرنامج، الملف تبعه وشرحه كامل. نكتب MRD LX1F. هي تمام. بعدها بختار بروم اريس اف ار بي، مباشرة راح اجي على نقطة التست بوينت اللي هي هاي هي النقطة زي ما انتم شايفين، النقطة العلوية مع الشصي، يعني بالشكل هذا. يعني بشبك النقطة وبشبك على الشصي، بشبك كيبل الداتا. زي ما انتم شايفين الجهاز بلش ياخذ، بنتظر عليه شيء بسيط بس، يعني زي ما هم كاتبين لك هون من دقيقة لدقيقتين، بس هو ما بياخذ الوقت هذا. تنتظر عليه لغاية ما يفتح. يا ريت لا تنسى اللايك وتعليق حلو زيك. راح اترك لك رابط تنزيل البرنامج والشرح تبعه، بتقدر تستفيد من الفيديوهات اللي بقائمة التشغيل كلياتها، تجربة عملية زي هيك على الفيديوهات. كل جهاز بشتغله على تي اف تي بنزل عليه فيديو. زي ما انتم شايفين اخذ كامل واعطى اف ار بي اوكي وخلص، هاي نهايته اف ار بي اوكي وخلص الوقت تبعه. خنزيح لك هاي هيك، زي ما انتم شايفين اف ار بي اوكي هيك خلصت تمام. نيجي يلا نلف التليفون ونشغل التليفون. نفصل الكيبل، تفصل البطارية، ترجع بتشغل البطارية وبنشبك وبنضغط باور. وهيك الجهاز فتح. بس انا بحب اختصر الفيديو لانه ما حدا بيكمل الفيديو بعد ما يفتح التليفون. يا ريت اذا انك موجود وخلص كمل الفيديو للاخر، لانه بنزل لي رانك الفيديو لما ما حدا يكمل. انا بس عشان اورجيكم انه اكتمل بشكل كامل. شايفك ما عملتش لايك، شفتك، صدقني شفتك. زي ما انتم شايفين
فتح التليفون والأمور تمام إن شاء الله 100%. يا ريت إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.